للسوق. مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء ومن قلب سوق شعبي. واكيد مشاهدينا احنا كل صباح كنكونوا في السوق باش كنحاولوا نوصلوا للناس الاثمنه، سواء الحوت سواء الدجاج سواء الخضره، اي حاجه كيستهلكها المواطن كنحاولوا نوصلوا الثمن ديالها للمواطن المواطنين باش نقدروا حتى هما يعرفوا الاسعار. فاحنا اليوم جينا السوق هنايا باش نعرفوا الاسعار. السلام عليكم. باش نعرفوا سوق درب نعيزي. سميتو السوق درب نعيزي. المعيزي معزه زعما معايز. غناخذوا السيد اللي غيتكلم لنا اليوم في كانت ثانويه مولاي يوسف قديما. سر الله. السلام عليكم. الله يبارك فيك. بخير. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. قربنا شي من الاسئله ديال الخضر. الثمن كنتي شوفي كله البصله راه 300 درهم. ماطيش 1000 فرانك. بطاطا 1000 فرانك. هاد لي شو هو 100 درهم، هذا تا هو 100. خيزو 100 درهم. واخا بالنسبه انت كم انا فهمت حاجه انت نعم. كواحد في هذا الدومين هذا أيه كيبيع وكيشري كتشوف بان الخضره غاليه في هذه الوقيته هذه. هذه الوقيته غاليه 100%. وين داك الشيء في المارشي؟ هذا الشيء اللي في المارشي كل شيء غالي. واش ما عطيتي 5000 ريال تما؟ بطاطا 6000 ريال الصندوق. كي غديري هنا الثمن هذاك الثمن، هذا الثمن اللي كنبيع فيه انا راه ماشي ثمن ديال المارشي. راه كون جيت الثمن ديال المارشي خصنا 260 ليه. والمشكل بنادم دابا والتراب عاد داكشي. شوف عاد التربه اللي كتجي في ديك البطاطا، التربه اللي كتجي في البطاطا راه باز. الله الا بالله باز اللي كنسلكوا حنا بعد هذا الثمن. هذا الثمن راه درهم دراموس في التسعير. هذا الشيء اللي كاين. نو هذا الغلاء هذا اللي قربت شي يكون عندك الحوت. شو سبب الغلاء واخا تقرب عندي هذا الغلاء اختي؟ هذا الوقت، هذا الوقت وقته في هذا الثمن. في هذا الوقت هذه ثمن ضروري كيكون غالي في هذا الوقت. لا كل رمضان كيوقع بحال هكا في النص. كل سنه كل سنه بعد السنوات كتكون. وين هذا العام ترافعت بلا قياس. هذا العام هذا العام ترافعت بلا قياس. ثمن خر هذا العام، ماشي نعنو شي ثمن خر خيالي نعنو. والمراقبه خصها تكون في المارشي. راه كون كانت المراقبه ديما في المارشي راه غتشوفوا الثمن اللي كاين تما، وملي تجوا هنا تشوفوا الثمن اللي كاين. هذا الشيء راه قوي بلا قياس. واحد الحاجه كتمشي وليتي كتمشي وكتجيب هناك وعادك الثمن اللي كنت تك الثمن نعلم ما هي ذا واش غنديروا. الوقت هي هذه ما عندك ما دير. نهار البصله دابا عادك خضاريه ها هي راه 100-120 ريال في المارشي. واش ها غدير لها انت هنا؟ راه باز. الله يكون في العون البنادم زعما. هاد المواطن راه باز لي والله العظيم الا باز. بروسيسا الله يهديهم. الفلفل راك عرفتيها الثمن. بطاطا لانه الله يحسن العوال الجميع. انا كنبوز البنادم وانا والله العظيم لا عندي الخضره وكنتقهر من جهه بنادم. وين خص المراقبه تكون في المارشي وتكون في ذاك الشيء. وبنات الدوله خصها حتى هي لانه دخل عندنا. شوف بغيتي تبوز بعد تشوف من حال المواطن. الله يرحم الوالدين. وماشي الا كان الغلاء يقيسوا شويه في الاجور. اجور الله يرحم. وهذا الغلاء ماشي عاه في الخضره. هاد العام دخل علينا بارك مسعود ملي ترشحنا على تبارك الله عليك. لا بارك مسعود دخل علينا في هاد الشيء في الغالة. هاد العام السنة من الأول ونقولوا عند الله الحمد لله غادي يكون خير إن شاء الله. من هنا لواحد واحد الشهر ولا شهرين غيكون شوية الثمن مرفوق غيكون الخير. وكنطلبوا عند الله كل شيء الله يدوز داك الشيء بخير وصافي. هاد الشيء اللي كنطلبوا. مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، كنا معكم مباشره من مدينه الدار البيضاء من قلب سوق شعبي. جينا نشوفوا الاثمنه ديال الخضره فين واصله، خصوصا مع هذا الغلاء هذا ومع شهر رمضان اللي كنقول ديما الله يدخل على الناس بالصحه والسلامه ان شاء الله وبطولة العمر. كيف ما قالت السيد كاين الغلاء والله يحسن عوان المواطن البسيط. كنتمنى انكم تشوفوا من حال الناس البسيطه لانه بصح مقهورين. منين فلفلة كتوصل انا لقيتها في واحد السوق اخر لقيتها تقريبا 17 درهم. بطاطا غاليه، مطيشه غاليه، كلشي غالي زعما لا حول ولا قوه الا بالله. والله يحسن عوان المواطن البسيط. مشاهدينا وصلنا الى نهايه هذا البث المباشر، ان شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر اخر. الى اللقاء.